المشروع هنا علشان نقدر نختار ناس تشتغل مع اللاعبين، بدأ يعد الأول مجموعة من الاختبارات النظرية واللقاءات وإعداد إزاي يشتغل يقدم مهاراته ويقدم نفسه، على أساس إن إحنا بعد كده في ضوء المهارات دي يقدر يعمل له برنامج إعداد ليه. ده مش امتحان أكتر من مجموعة، بنحصل مجموعة من المعلومات عن المتقدمين، والحقيقة تقدموا ناس شباب رائع جدا وعنده استعداد للعمل في مجال علم النفس الرياضي، وعنده من المؤهلات والمعلومات اللي ممكن يتبني عليها البرنامج إعداده بالشكل اللي هو يقدر يؤدي دور إيجابي مع الموهبة الرياضية اللي بترعاها وزارة الشباب والرياض. طبعا إيمانا بأن الجهاز الفني يجب أن يكون ليه رؤية وعمل متكامل لإعداد التوب أسليت أو البطل الرياضي، وأن الرياضة مش بس فيزيكال فيتنس، لياقة بدنية وفنية، وإنما يجب أن يكون فيه الجانب النفسي والتغذية وغيره عشان كاركتر أو شخصية اللاعب تكون مكتملة يوم المباراة. فطبعا احنا عددنا قليل جدا في التغطية للاتحادات والمنتخبات الوطنية، فكانت فكرة المشروع إزاي نغطي محافظات الجمهورية عن طريق أن يكون هناك متوفر معد نفسي للقيام بهذا الدور. إنه هذا المعد النفسي مش بيتم اختياره بشكل عشوائي أو انتقائه بشكل عشوائي، ولكن في ضوء معايير ونورم وشروط معينة وبرنامج محدد. معالي وزير الشباب والرياضة بيهتم بالجانب ده لاستكمال أدوات تطوير الأداء. فمن الحاجات اللي ناقصة عندنا اللي هي الجانب الأعداد النفسي، وزي ما حضرتك عارف إن كل المستوى تطوير الأداء يبقى فيه الإعداد البدني والمهاري والفني والخططي، وبنجيب ناس من مدربين أجانب وبتاع، ولكن استكمال المنظومة ككل. فمعالي الوزير حسن ده في يعني يجب إن احنا نهتم بالجانب ده. أعتقد في الوقت الحالي مع التطور اللي بيحدث ومع الوعي اللي حدث برضو بدعم وزارة الشباب والرياضة في إنها تأكد دور الأخصائي النفسي التربوي الرياضي، ووجود لجنة علمية زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي بتأكد على الدور دوت وبتعمل اختبارات وبتحدد معايير للمعدين النفسيين على مستوى 27 محافظة في جمهورية مصر العربية، فبعتبر إن دوت مشروع قومي. عرفت عن الاختبار من صفحة المديرية، وبصفة إن يعني إن أنا درس علم النفس الرياضي في الماجستير بتاعي، فقررت إن أنا أخوض التجربة وأشوف إيه اللي موجود هنا. امتحان كويس، يعني زي ما حضرتك عارف برضو إن هو ما كانش بيقيس الكم الاستيعاب اللي إحنا موجود عندنا، وما أكتر يعني على قد ما كان بيقيس المستوى اللي إحنا موجودين عليه فعلي. هو الامتحان النهاردة كان عن المعد النفسي، ومش بيخرج برا علم النفس الرياضي عامة، فهو يعني كان شيق على فكرة جدا، وكنا سعداء بالتجربة الحمد لله رب العالمين اللي أتاح لنا دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كانت تجربة جميلة.